تعد مدينة مرسى مطروح منتجعاً سياحياً مصرياً رئيسياً، حيث أن السياح الأوروبيون يذهبون إليها. مرسى مطروح تقع على بعد 297 كيلومتر من محافظة الأسكندرية، بينما تبعد عن القاهرة مسافة 524 كيلومتر. وتمتد مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط. وتعتبر مرسى مطروح منتجعا طبيعيا علاجيا لتميز مناخها الجاف طوال العام، وتشتهر برمالها الساخنة القادرة على علاج الأمراض الروماتيزمية وألام المفاصل وألام العمود الفقري. يعتبر المكان الأمثل في العالم للعلاج من مجموعة الأمراض، وخاصة لمن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي. مرسى مطروح تتمتع بشواطئ ممتدة من الأسكندرية إلى السلوم، وسنعرض بعض من هذه الشواطئ. شاطئ عجيبة، يقال أن هذا الشاطئ أعجوبة البحر الأبيض المتوسط، حيث تتعانق الصخور والتضاريس الجبلية المتنوعة مع مياه البحر الفيروزية الصافية، وتخلق أجواء طبيعية تبعث الراحة النفسية والاسترخاء. إلى جانب الصخور والتلال والكهوف الصخرية المتفرقة على الشاطئ، يمكنك رؤية التجمعات الصخرية المتدرجة أسفل المياه أثناء السباحة. يقع الشاطئ على بعد 24 كيلومتر من مدينة مرسى مطروح في اتجاه الغرب، ويعتبر من أفضل شواطئ مطروح المجانية. لا 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 لا، خطر جدا. لا لا لا، ما ينفعش. في سلالم هنزلك عليها دلوقتي، اصبر بس. السلالم فين؟
شاطئ رومل. يعتبر شاطئ رومل من أكثر شواطئ مطروح إقبالاً وازدحاماً بالمستوفين، حيث يستقبل آلاف من الزوار كل عام. ويمكنك الاستمتاع على حياه القوارب الشراعيه او المطاطيه الاسطوانيه داخل شواطئ رومل الامنه.